عليكم. السلام ورحمه الله. بقول لك يا اخويا، انت ساكن في العماره دي؟ اه، انا اللي ماسك المنطقه دي كلها. لازمك مفروش؟ لا، لازمني حاجه ثانيه. اؤم، مش دي العماره اللي فيها الشقه مشبوهه اللي البوليس حط عليها وخد كل الناس اللي فيها؟ ده انت جاي وعارف كل حاجه. قصدك على شقه توحه. انت مين يا جدع؟ انت وعايز ايه؟ ايه ده بس؟ عايز اسال على واحده اتمسكت وسط البنات اللي اتمسكوا. عايز اعرف البنت دي بتيجي الشقه بقى لها قد ايه؟ انا اعرف كل البنات اللي هنا بنت بنت. قصدك على مين فيهم؟ استنى اوريك صورتها. طب ما تولع. ولع. عشان اركز بس. حنان الغرباوي. اشطر بنت عند طوحه. بيجي لها زباين بالحجز. بتقول ايه يا لأ؟ ما تنزل ايدك دي يا جدع، حبت منك ولا ايه؟ تبعت لك جنيهين ليا وحجزتها وما جاتش معاك سكه جت تاخدهم مني. ده حتى اخويا مفيش سيجاره. ايه اشكال دي؟ يا معلم رباح، جالي واحد دلوقتي سأل على البت حنان الغرباوي وربك قلت الكلام اللي انت قلته كله بالحرف. حلو ده، حلو. خلاص ما ترغيش بقى، اقفل لي بقك دلوقتي يا عم. عدى عليا بالليل وهحلهولك. يلا سلام. سلام. ايه يا منى؟ ايه؟ عرفت هتقولي ايه؟ عرفت. منى هتقولي الكلام اللي انا حفظتهولك بالكلمه، وهتفضلي ثابته على اقوالك، واوعي تغيري اي حرف من اللي هتقوليه عشان ما يحصلش تضارب في اقوالك. ده هيستر ان شاء الله. ابلعي الصبر بقى كده قدام وكيل النيابه، وما تتوتريش وجمدي قلبك. لا ما تخافيش، هتخلصي هتنزلي هتلاقيني انا والمتر مستنيين. تمام؟ ان شاء الله. ان شاء الله. سمي الله كده ان شاء الله. يلا يلا يا منى. يلا يلا. مقضيه مقضيه يا حبيبتي. ازيك يا حنان؟ الحمد لله يا باسم. هي دي منى صاحبتك اللي انت طلبت شهادتها؟ ايوه يا باسم هي. انت منى عرفه زيدان؟ ايوه يا باشا. انت فعلا كنت مع حنان في الشقه دي قبل ما يتقبض عليها؟ ما حصلش يا باشا. ايه؟ يعني ايه ما حصلش؟ هو ايه اللي ما حصلش؟ والله العظيم يا باشا كانت معايا في الشقه، والله العظيم ده هي اللي مودياني بنفسها، والله هي اللي عارفه الناس. انا ما اعرفش الشقه دي ولا عمري رحتها في حياتي. قول لهم هو ايه اللي ما حصلش؟ حنان اسكتي وما توجهيش كلام لحد. ها اخر مره شفت المتهمه امتى؟ هي كانت بايت عندي سعادتك قبل ما تتمسك بيوم. اصلها يعني متعوده تبات عندي كتير وكده. وليلتها الصبح قالت لي انها هتنزل مشوار مصلحه كده تستقضى منه قرشين عشان تشتري شويه حاجات ناقصها في شوارها. وبصراحه يعني قالت لي انها تنزل تشتغل في الشقة الشمال تاني. انا حذرتها وقلت لها اوعاكي يا حنان، اوعاكي يا اختي والسكه دي. بس هي يا باشا ما سمعتش ولا كلمه، ما كانتش بتسمع. انا يا منى، انا بشتغل في سوق شمال؟ انت عارفه انت بتعملي؟ انت بتفضحيني وبتذبحيني في شرفي. بتفتري عليا ليه؟ انا عملت لك كذا؟ بتعملي فيا كده؟ والله العظيم، والله العظيم بتكذب. والله هي اللي ودتني الشقه وما بعملش كده. انا مظلومه، والله مظلومه. ساعتك انا بطلب احاله موكلتي للطب الشرعي لفصل في العذريه. تحول الطب الشرعي. اعمل لك قهوه يا حاج؟ راجع مع عصام. روح. ماشي. شوفي يا قلب ابوكي، انا عايزك تفكري كده بعقلك. بذمتك ده عريس يترفض؟ ده كفايه ابوه وعيلته وعلاقتهم ونفوذهم. ده ابوه ده وانا مالي ومال اهله؟ والله لو اهله ناس غلابه هو محترم هيبقى احسن 100 مره من القرف اللي اسمه مازن ده. الموضوع مش نفوذ ومناصب، وبعدين ده واد قليل الادب، وانا الموضوع ده منهي بالنسبه لي. منهي يعني ايه؟ بعدين الواد مش قليل الادب ولا حاجه، ده واد مؤدب ومتربي. هو بس يا حبيبتي سوء التفاهم اللي حصل بينكوا ده هو اللي مضايقك حبتين؟
طب اقول لك حاجه، تعالي نشوفها من حته تانيه. مش جايز الوقت كان عايز يشوفك ويتعرف عليك، بس هو كان غشيم حبتين. ماشي، انا بقى مش بفكر في الجواز دلوقتي، وحتى لو فكرت مستحيل يكون مازن، لو اخر راجل في الدنيا. كفايه بقى يا عبد ربه، بلاش تضغط على البت اكتر من كده. مازن صاحب رامي والاتنين كده ماشيين مع بعض، يعني مسهد من ستي الا سيدي. جربت ايه يا وليه؟ وانا اقنعها بحاجه مش في مصلحتها؟ وهي مش صغيره، هي تقدر تختار الصح من الغلط. لايميها يا صباح ولم الدور، مش كل ما احكي مع بنتي تحشري مناخيري في اللي مالكيش فيه. انا داخله اوضتي. عاجبك كده؟ الجيل ده غيرنا يا عبد رب، سيبي البت تختار اللي هي عايزاه، مش جايز هي بتحب واحد ونفسها تتجوزه حد تاني؟ انت عايزه تقولي لي ان بنتك ماشيه مع حد تاني من ورانا؟ يا راجل هو انا قلت كده؟ حرام عليك. انا بقول يعني يمكن حد تاني يتقدم لها تكون هي عايزاه وتدرسه وتوافق عليه، مش ده؟ شوف ما اقول لك، لو عايزه مصلحه بنتك ومصلحتنا اقنعيها بمازن يتجوزها. انا اقنعها بمازن يتجوزها؟ طب سيبك من الموضوع ده دلوقتي. سايقه عليك النبي واهل بيته، لا ترجع عرب تاني الشغل. تاني؟ تاني يا صباح؟ تقيلي في دماغك بالظبط. الواد مشي، اروح اتحايل عليه؟ الحكايه دي انتهت، ما تتفتحش تاني.